رمضان مبارك كريم ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والهنا وكل ما كتمناو وبالهنا والخير لهذه البلاد ان شاء الله، ويطول العمر ملكنا محمد السادس ان شاء الله ويحفظ المغرب. بالنسبه للكاميرا كاشي مشيتي فيها، هي فيها صعوبه بزاف وكانت فيها خطوره بالنسبه لينا ولا ليكيب كامله. سؤال اكراهات مثلا من الناس، شي صعوبات صعبه. هو شوف اي حاجه كانت ناجحه ضروري عندها انتقادات، وبحد ذاته مزيان لينا حنايا الانتقادات باش نعاودوا نصلحوا راسنا ونشوفوا الاغلاط اللي شويه درناهم ممكن نغيرهم ان شاء الله المره الجايه. غير اللي نبغي المتفرجين او الناس اللي كيخليو التعليقات ديالهم عبر الفيسبوك عبر المواقع التواصل الاجتماعي ان يحاولوا يعطيونا تعليقات اللي هي ايجابيه ماشي سلبيه، الحاجه اللي تقدر تغيرنا ماشي اللي تقدر طيحنا. ولكن على ذكر الانتقادات، الانتقادات اللي كتوجه خصوصا لكم هو انكم كاين واحد النوع من كيقولوا انها تمثيليه. لا اسمح لي، شوف فرق ما بين جارو ومجرور ومشيتي فيها، هادشي اللي نقدر نقول لك. مشيتي فيها حاجه اخرى وجارو ومجرور حاجه اخرى، نسيت الوغ مشيتي فيها حله جديده، طريقه ديال التصوير جديده. انا اللي نقدر نقول لك انا ما كيهمنيش الانتقادات ديال الناس، هي في حد ذاتها كتقويني وكتعطينا يعني باش نحاولوا نديروا حاجه جديده ان شاء الله المره الجايه. فالانسان اللي ما كيكونش عايش في الحاجه، مثلا اللي ما حضرش الموقع بلاتو ديال التصوير، ما يحاولش يقول شي حاجه اللي هو ما كيشوفهاش بعينيه. الوغ انا ملي كنخرج للزنقه عند الناس عند الشعب اللي بحالي بحالهم، كل شيء عاجبه، كل شيء كيقول لك كاين هناك تغيير، كاين شي حاجه اللي بسطت الناس، شويه ديال الاكشن، شويه ديال الضحك، ويا ربي كنتمناو ما نكونوش ثقال على المشاهدين ويقبلوا علينا ولا غلطنا يسمحوا لينا. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تابوناو معنا فلاشين ميديا لايف على اليوتيوب، وتبرتجوا الفيديو مع صحابكم وديروا جيم، وما فيها بس إذا خليتي وشي تعليق تعبروا فيه على آرائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.